وإن شاء الله سوف ألتزم بهذا الوقت. أنا طبعاً تكلمت قبل شوي، حكيت أنه أنا مزارع، وهو واقع أنا مزارع، أي أنا بزرع. ومن مثلاً هلأ من 4 أيام زرعت 3000 متر بازيلا. يعني إذا الطقس ما برد كتير معقول أخذ فيهم موسم جيد بأول الربيع، وإذا كان برد ليه؟ لا يعني مشكلة هي، يعني لأنه هلأ إذا تأخرتي شوي يعني لازم حدا بركي يحكي عن المزارعين. هلا برجع بحكي كأستاذ بالجامعة لحظة، بس خليني أدخل من هون مدخلي على الزراعة كمزارع. و يعني لأنه في شوية صعوبات، إذا شوي تأخر الواحد ما بعود ياخد سوق، وإذا كتير زرع بكير إذا أجا برد تجيهم ضربة، يعني بتلفحهم السقعة، كمان ما بيعودوا بزهروا بموتوا. هلا مش هيدي النقطة، النقطة إنه أنا ودائما يعني كل سنة بزرع بازيلا لأسباب عديدة، بس أنا وعم بدي روح جيب بازيلا بزر، بتعرف يعني بدك تزرع بازيلا من بزر، بدي روح جيب بزر بازيلا دائما ما بلاقي إلا أكياس كبيرة معمولة يا بأمريكا أو بفرنسا أو يعني. فهي مشكلة، لأنه أول شيء ما بعرف أنا هالأصناف كيف هي، ثانياً أنا تعلمت وعلمت بالجامعة أنه الأصناف التقليدية الأساسية بنت الأرض، أصناف الأرض land races يعني، هي الأصناف اللي أكثر شيء مقاومة، فيها تنوع وراثي، فيها تقاوم لما يجيك ظروف صعبة، يعني ظروف برد أو شوب، لأنه بتبقى مختلفة. وبعدين كمان لأنه البازيلا مثل القمح ومثل الشعير ومثل الزيتون مثل البقوليات كلها، هي أصلها من بلادنا، من هون أصلاً، من هون من بلادنا نحن. كيف معقول أنا جاي بدي اشتري بزر بازيلا بلدي ما في ببلد اللي طلعت منها البازيلا من الهلال الخصب؟ يعني لقيت هذه الأمور فيها تناقض، ولما نحن نبتدي نحكي عن تناقضات يعني بصير بدنا نحاول نحل هذه التناقضات ونجرب نفهمها. فصرت حاولت أفهم ليش، كيف تتحرك البذور، نين بتروح نين بتجي، ليش بصير في عندك أكثر بذور من هذه هون وليش في عندك أقل بذور من هاي من مكان آخر. ولقيت إنه في عدة طرق، بس بالأساس دائما دائما البذور بتتحرك مع الصراعات. هلأ هون طبعا قبل ما امشي كتير لقدام بدي بس نتذكر انه لما نقول بذور يعني انا عم بعني كل الاجزاء والاعضاء اللي نستعملها للتكاثر، يعني مش ضروري يكون البذري البذري، او احيانا في العقل مثلا اللي بننقلها كمزارعين احنا بنزرعها من مكان لاخر، بس يعني تنفهم على بعض مزبوط شو قصدي نقول. عم بحكي عن التكاثر، لما نحكي عن صراعات يعني بحكي تقريبا عن كل شيء، مثلا عن الاعتداءات، عن نضالات الشعوب للتحرير، عن الحروب العسكرية، عن الحروب الاقتصادية، يعني كل هذه لحطها ضمن إطار الصراعات. وأنا عندي وجهة النظرية هي أنه هناك علاقة عضوية بين الصراعات وبين البذور، والبذور بتنتقل مع الحروب، وهي تكون سلاح لإخضاع الإنسان والطبيعة، وفيها تكون سلاح لتحرير الإنسان والطبيعة. هي مثل أي سلاح حسب مين بيستعمله ولأي وجهة الواحد بيستعمله، ولكن موجود عنده هذا الشيء. العلاقة يعني هذه العلاقة بين الزراعة والحروب اليوم والصراعات عفوا أصبحت متداولة. نحن نشرنا كتاب مش من زمان عن هذا الموضوع، وطلعنا على النواحي الجيوسياسية وعلى النواحي الصراعات الطبقية، الصراع الطبقي، وأيضا على الاحتلال، وطبعا كانت قضية فلسطين لها الأساس بهذا الموضوع. فعندما نريد دراسة هذه العلاقة الجدلية بين الصراعات وبين الحروب، خلينا نبني بشكل كتير سريع، يعني مش رح وجع لكم راسكم بالنظريات، بس لازم نبني إلى حد ما عدسة نظرية نقدر ننظر من خلالها للأمور اللي عم تحصل أمامنا. يعني كيف نفسر إذا ما في عدسة نظرية ما فينا نفسر.
يعني من ضمن هيدي هي إلى هالعدسة النظرية لازم تحمل بطياتها العلاقة الأساسية بين الرأسمالية والحروب. علي قادري هو مولانا بهذا الموضوع، مش لح نتجرأ نحكي عنه، ولكن يعني هناك علاقة وطيدة هو حكي عنها شوي صغيرة، كيف رأس المال والإمبريالية بحاجة دائما للتدمير كرمال إعادة تدوير إعادة الأعمار من جديد، تدوير الدولة الاقتصادية من الأول. وبعدين في عنا الموضوع المتعلق كمان مهم كتير بموضوع البذور، هو نطلق عليه الاسم التراكم بالسلب accumulation by dispossession، لأنه هناك عملية نهب وسلب للأصول الوراثية اللي بتخلي بلد مثل لبنان ما في بقلبه بذور أصيلي للبازيلا مثلا، تنرجع لمثل البازيلا، وبينما انه في بلدان اخرى هي بتوزع بذور مهجنه وبذور بذورها هي التجاريه. لهذا الموضوع هناك كان تم عمليه، يعني في عمليه كانت تراكم من خلال النهب. نترك هولي شوي على جنب كمان، نرجع نقول انه في اهميه من ضمن هذه العدسة النظرية أنه البذور كتير مهمة، لأنها هي بنفس الوقت سلعة رأسمالية وسلعة استهلاكية. بما معناه أنه أنت بحاجة، نحن بحاجة لبذور لزرع الحقل ولإنتاج فائض، وهو بهذا الشكل بيكون مثل كأنه سلعة رأسمالية، وهو كمان سلعة اقتصادية استهلاكية، لأنه نحن مننتج هذا الفائض للاستهلاك، فهي من السلع القليلة اللي بنفس الوقت هي استهلاكية وهي من ضمن رأس المال. هي بالذات إذا بنستعمل الطريقة المقاربة التقليدية الماركسية الاقتصادية، هي بقطاع بنفس الوقت البذور بالقطاع واحد، يعني الآلات التي تصنع الآلات، وأيضا بالقطاع الثاني سيكتور 1 وسيكتور 2 اللي هي الآلات التي تصنع السلع، machines that make machines machines that makes goods. هذه النقطة كتير مهمة، هلأ بتبين كأنها شوي فزلكة، بس هي مش فزلكة، لأنه بدي أرجع لها بعدين بالآخر من إطار يعني نظرتنا السياسية للزراعة والأخير. هلأ ربط همشي بسرعة كتير على بعض الحالات التاريخية اللي بتربط البذور بالحروب. مثلا رح أحكي بسرعة كتير إنه لما هتلر أطلق عملية الدخول على روسيا، كان في مجموعة من الكوماندوس بالجيش الألماني اسمه سامل كوماندوس، يعني كوماندوس البذور، شغلتهم الأساسية كانت تدخل وتنهب من الفافيلوف إنستيتيوت، معهد فافيلوف، وفافيلوف كان هو عالمي دار العالم كله، ولملم بذور 380 ألف نوع من البذور، ولمون ووضعهم بقلب هذا المعهد لبقائهم، يعني لا يكونوا موجودين كإرث من إرث الإنسانية. الألمان كانوا كتير واعيين لهذا الموضوع، ومباشرة أسسوا سامل كوماندو، لأنه كان هتلر بده يرجع يأخذ كل هذه البذور ويرجع يستعملهم لإنعاش القطاع الزراعي الألماني بعد الحرب وبعد انتهائها. فيعني هناك في اهتمام على المستويات العالية جدا بهذا الموضوع. هلأ إذا انتقلنا بسرعة كتير على القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين، منلاقي إنه مثلاً بالعراق لما حصل أول شيء الحصار اللي دمر إلى حد بعيد الاقتصاد الزراعي العراقي، وثم جئنا من وراء بالاحتلال، منلاقي إنه أول إنسان نوضع بما على مسؤولية إعادة تنظيم القطاع الزراعي العراقي هو شخص اسمه دانيال أنستولز. دانيال أنستولز ما بتعرفوه ربما، بس هو كان من كبار الفاعلين المدراء بشركة كارجيل،
هلا شركة كارجل يمكن بتعرفوها يمكن ما بتعرفوها، بس هي من أكبر شركات بالعالم، من الأربعة الكبار اللي بيتاجروا بالحبوب وبالبذور، وإن مسيطرين على السوق العالمي. ومن بعد أنستود أوتي ببول بريمر الثالث، اللي هو يعني كان في اثنين من قبله. فبول بريمر لما أعطى بوش مسؤولية إعادة تنظيم كل العراق كله، فعطى عمل 100 أمر. بالأمر 81 كان الأمر اللي بيتعلق بموضوع الزراعة وبالذات بموضوع البذور. وبول بريمر وضع أدخل على القانون البذور العراقي، أدخل عليه قانون يتعلق بحماية الملكية الفكرية. حماية الملكية الفكرية موضوع كتير كتير يعني مهم، وكتير بتم استعماله من قبل رأس المال للسيطرة على قطاع معين. هذا معروف يعني، لأنه لتكون بذرة هي تصير ملك من الملكية الفكرية لشركة معينة، مطلوب فقط من الشركة وصفها، مش إنتاجها، وصفها، وصف كل خواصها، مخصصات، كيف هي موجودة، كيف النبتة اللي بتطلع منها. مدى ما انوصفت خلص تنوضع، بتصير هي محمية من الملكية الفكرية. وإذا كانت محمية من الملكية الفكرية ما فيك تستعملها، ما فيك تخليها معك، ما فيك تعيد استعمالها، ما فيك تعيد استعمالها كمزارعة إلا إذا كنت أعدت شرائها من السوق ومن الشركة اللي أعطتها. مما يربط طبعاً كلياً كل مستهلك وكل مزارع بالسوق اللي مسيطر عليه من الشركات الأمريكية اللي أدخلها العراق. مثلاً أدخل المحتل الأمريكي على العراق. تنعطي مثل بسرعة كتير. قبل بلاد ما بين النهرين طبعاً معروفة بزراعة، يعني معروفة بأول حضارة بنيت على الزراعة. هلأ اليوم بلاد ما بين النهرين طبعاً ما فيهاش قطاع زراعي. إذا متابعوا شوي الأخبار بتشوفوا إنه في مأساة ورا مأساة، خاصة امبارح يعني نفاق المئات، لا مئات آلاف من الأطنان من السمك من جراء التلوث في المياه في العراق. ولكن اليوم في العراق كله هناك 6 أصناف من القمح اللي هي مزروعة، 6 أصناف فقط. عندما كان من قبل الاحتلال هناك كان أكثر من 200 صنف. هناك 6 أصناف، 3 من كلهم بدك تشتريهم من الخارج، 3 من هذه الأصناف هي القمح ما بيستهلكوه العراقيين، كان الهدف بإدخاله فقط للتصدير، اللي هي جزء طبعا من الطريقة لربط الدول والأمم واقتصادها بالاقتصاد العالمي، عولمة اقتصادها لتصير على طول مربوطة في إلى الأبد. العراق طبعاً كان ودي يعني شغلة صغيرة، يعني من مش صغيرة، شغلة كتير كبيرة، بس واحدة من مئات من الأمثلة اللي موجودة. العراق طبعاً كان عنده بنك من البذور، وهذا البنك من البذور بالمناسبة كان ب منطقة اسمها أبو غريب، سمعين فيها مش هاي؟ أوكي. يعني مثل ما صار بالبشر بأبو غريب هيك صار بالبذور بأبو غريب. وبتعرف يعني أوقات الحياة تعطينا رمزيات بتنقذنا يعني شوي صغيرة، لأنه تماما هذا اللي حصل. وكانت البذور الموجودة بقلب أبو غريب هيدي كانت جاي جزء منها من أفغانستان، من دخلوا على يعني على كابول لما كانوا يعني طالبان، اللي طبعا نعرف نحن كيف نشأوا بأي يدي يعني نشأوا، كانوا دخلوا على أفغانستان، دمروا، انتقلوا هذه الحبوب إلى البنك البذور بأبو غريب. بعد ما دخلت الحرب دمروا أبو غريب كله، نقل بعض العلماء العراقيين البعض منها إلى إيكاردا. طبعا سرعان ما هبت الحرب في سوريا، ومنشوف يعني كيف الحروب والبذور عم تطبع بعضها، عم تهرب منها وعم تلحقها، وانتقلت هذه المجموعة إلى النروج
وثم عادت انتقل جزء منها إلى جزء صغير منها، كان شيء من أصل 180 ألف 30 ألف، مش هيك يا ماريانا؟ بتربول 60 بين تربول وبين المغرب، يعني انتقل وبقي في النروج أصناف، فتوزعت وتشتتت ورجعت فاتت كل هذه المجموعات التقليدية والقديمة عليها. هلأ يعني هذا الانتقال أوصلنا إلى مكان نحن الكل هذه الأصناف الأساسية الأصلية اللي عندنا هون نحن ما بقى عندنا إمكانية القرار فيها. طبعاً لا، نحن نحكي عن بنوك البذور و وين محطوطين، بس بالنسبة للمزارع هدول بعاد، يعني بعاد عن متناول اليد، موجودين بمكان مبهم، إن كان بفرع من مؤسسة عالمية بلبنان ولا بالمغرب ولا بالنروج، هي للنسبة للمزارع تعني له نفس الشيء، ما عنده يعني ما عنده علاقة بأنه يقدر يجيبها. فبطريقة ما أخذت كل هذه، تجمعت توزعت بطريقة بالمناسبة تشبه إلى حد ما كيف الفائض المالي بتوزع، لأنه البذور تخلق فاليو قيمة مثل ما علمنا الأستاذ علي قبل شوي، والبذور هي رمز من رموز هذه القيمة، من رموز هذه الفاليو، والمال هو رمز آخر. فهذا اللي حصل. نعم، خلينا ننتقل لسكر حديثي أنا بعد دقيقتين على الموضوع، على بلد قريب جدا علينا، يعني وطننا اللي هو فلسطين. طبعا كلكم تاكلوا خيارة، هلا قبل شوي كان في هذا الخيار الصغير، شايفينه انتوا هذا الخيار الصغير، لما تسافروا لبرا ما بتلاقوه، هذا اسمه خيار بيت ألفا. بيت ألفا يعني لما يبيعوه برا بيبيعوه بالعبري بيت ألفا، ومعروف عالميا انه الاسرائيليين هن يلي طوروا البيت ألفا والآخرية. طبعاً اللي ما بيخبرونا إياه أبداً ما بنعرفه هو إنه بيت ألفا هي بالحقيقة خربة بيت إلفا، اللي هي قرية بفلسطين حيث كان ينزرع هذا تقليدياً، نحن بنزرع هذا الخيار ببلادنا كلها. وإنه اللي كمان ما بيقولوا لنا إنه تهجينه هذا حصل من فترة كتير طويلة بناءً على السلالات الموجودة تقليدياً جوات فلسطين، و ايضا اطعمت هيدي السلالات بسلالات لبنانيه، ما بعرف اذا حدا ختيار كفايه قدي ولبناني اللي بيتذكر شيء اسمه خيار الكحالي. طب خيار الكحالي هذا اختفى عن الوجود لانه خلال الاجتياح الاسرائيلي دخلوا كوماندوس اسرائيليه ومعهم علماء اسرائيليين واخذوا كل شيء في بذور من السوق لخيار الكحالي من الكحالي، و حرقوا كل الخيام اللي كانت ما زالت مزروعه، والغوا وانتهوا بعد سنه او سنتين من 82 التغى وجود خيار الكحالي هون، ولكن بتلاقيه جينات بقلب الخيار اللي بنباع مهجن من قبل المنظومه الاسرائيليه لتهجين البذور الى اخره. كلام تكرر عدة مرات خلال الاجتياح الإسرائيلي. اليوم في أصناف من الثوم اللي داخل عليها جينات من الثوم البري اللبناني حسب الأوراق الإسرائيلية، داخل عليها جينات من الثوم البري الإسرائيلي اللي هني بيقولوا الإسرائيليين بأوراقهم تم جمعها خلال سنوات 82 و 83 من البر في لبنان. هذا الموضوع بشكل دائم. يعني أنا حبيت بهالسرعة هيدي نفسر لبعضنا إنه أنا لما أنزل على السوق بدي أشتري بذر تقليدي وبدي أزرع بذر تقليدي، هو منه عمل فقط زراعي، هو أيضا عمل يعني إلى حد بعيد هو عمل مقاوم. في أنا عم قاوم عدة، يعني عم بدخل ضمن عدة صراعات. ومع الأسف بلبنان لحد اليوم قطاع البذور هو كلياً، البذور التقليدية كلياً خارج عن سيطرة المزارع. هناك بعض الشؤون عندي أنا بالقرية، أنا ما أزال بزرع قمح بلدي
لأسباب معينة لسه له سوء. أما باقي ما تبقى من كل هذه الأمور فتم سيطرة المنظومة الرأسمالية اللي هي منشوف ارتباطها مع المنظومة الأمريكانية الإمبريالية ومع المنظومة الإسرائيلية على كامل البذور، يعني على كامل الجينات والبيولوجيا اللبنانية والفلسطينية وفي منطقتنا في الهلال الخصب. شكرا لكم. شكرا كثير على المداخله الحلوه، وفعلا يعني بالعمق مثل ما بيقولوا. ليش؟ لانه التحكم بالبذور يعني هو تحكم باعاده انتاج الانسان. يعني اذا ما عنده بذر ما بيقدر يزرع، فاعاده التحكم بانتاج الانسان، ويمكن اعاده السيطره على يعني كيف ممكن نحن نرجع نتحكم. الطرح اللي طرحته بيترك لنا براسنا عدة أسئلة. يعني كيف ممكن نحن نقدر نرجع نتحكم بالخسارة اللي خسرناها؟ كيف ممكن نقدر نتحكم بإعادة حياتنا الاجتماعية وحياتنا الفيزيائية؟ لأنه إذا ما عطوك بذر ما فيك تعمل شيء. كيف من ضمن الصراع كيف تتصور؟ لأنك أنت سألتني نفس السؤال، سؤال صعب، وأنا بدي أسألك إياه كمان، لأنه كيف ممكن نحن نقدر نتحكم بإعادة استملاك الشريحة الرئيسية اللي ممكن تأذينا بالمستقبل؟ أنا المفروض أتكلم بعدين، بس يعني في ملاحظة بالنسبة للبذور. شكرا اولا على التقديم، لانه دخلت في تفاصيل مهمه جدا وفهم تفكيك لعمليه اختفاء البذور المحليه واهميتها. ده موجود تقريبا في كل الدول الجنوب، وفي تونس انت عارف نفس الموضوع موجود عندنا انواع من القمح اختفت بدون بول بالمر، وعندنا انواع من مثلا البطيخ الاحمر اللي احنا بنسميه دلاع في تونس. البطيخ الاحمر كان فيه نوع يعني غريب طعمه وذوقه، اختفى نهائيا، وانا شفته بيختفي. يعني انا اكلت منه اخر مره في تقريبا في اوائل 2002 او شيء من هيك، بعدين اختفى نهائيا ورجع تاني من سنتين بشكل مهجن. يعني هو نفس الشكل نفس اللون بس بطعمه بلاستيك، يعني طعم مختلف تماما. وطبعا ما فيش اللي احنا بنسميه البذور، يعني هنسميها زريعه في تونس، البذور الموجوده اللي المفروض نعاود انتاجها دي اختفت مع الطعم. فاصلا بتاكل بطيخه حمراء كانك بتقطع شيء جبنه او شيء ملون احمر، يعني وطعمه طعم بلاستيك. ف انت تكلمت على موضوع الملكيه الفكريه، موضوع مهم جدا، وده اداه من الادوات اللي بتستعمل للانتزاع الملكيه. لكن في نفس الوقت ممكن اعاده استعمالها مع إعادة صياغة أو لا، يعني إعادة استعمالها كنوع من لتمليك الفلاحين لهذه البذور المحلية، نوع من empowerment، نوع من حاجات اللي تساعدهم في الريزيستنس ضد السلب هذا اللي بيحصل. فأعتقد موضوع مهم وإحنا محتاجين نشتغلوا عليه بشكل مهم جدا. وفي فلاحين، انا عارف في فلاحين في المغرب وفي تونس دخلوا في منظومه بيشتغلوا على وبيعاودوا الانتاج بشكل. اخر نقطه في كلمتين، القانون التونسي، مش عارف الوضع في لبنان كيف، القانون التونسي بيمنع اعاده انتاج البذور المحليه، وبيمنع أكثر، يعني العقوبة هي هو ممنوع بس العقوبة مختلفة شوية، بيمنع أكثر أن
بيع أو أدي أعطي البذور المحلية حتى لو كانت جارتي أو جاري، يعني مش بس باع في السوق بس ممكن حتى المبادلة مع الجار قانونيا ممنوعة. بس أكيد أكيد أنا اللي حياخد يمنع يمنع WTO، هيدا WTO. خلا أنا يعني خليني أوضح الأمور، بس خليني أحكي لعلي، لسؤال علي بالأول وبعدين لسؤال حبيب. علي ظهر بيسأل سؤال وبفل ما بدك تتعلم تعال. خليني أجاوب على سؤال حبيب. أوكي حبيب، لك المشكلة هي منا بس بالبذور، يعني هو طبعا البذور أنا عم بستعملها كرمز أو شيء ممكن امشي امسكه وامشي فيه، وإلى خصوصياتها ومهمة خصوصياتها، بس هي ما بتتعلق فيها. لأنه اليوم أنت إذا كنت مزارع في لبنان شو خياراتك؟ يعني خياراتك اليوم أنت تروح تزرع شيء بيعطيك 30 طن بالدنم ولا شيء بيعطيك 2 طن بالدنم؟ بدك تقول لي أنت، لأنه أنت إذا كنت مزارع هون بدك تأخذ 30 طن بالدنم وتعملهم 35 إذا فيك. لأنه المزارع بلبنان وبغير بكل بلاد العالم هو مربوط ضمن السلسلة الرأسمالية، ما في يظهر منها بالكوموديتي ستريم، يعني دخل بالكوموديتي ستريم ما بيقدر يظهر من الكوموديتي ستريم. والكوموديتي ستريم هذا بيفرض عليك طريقة إنتاج بتضعف الأرض منشان أنت تصير تستعمل بذور مصنعة خصوصاً للتعامل مع هيدا أضعاف الأرض هذا، وخلص بصير بحلقة مفرغة. أنا كمزارع بعاني منها، أنا الطريقة الوحيدة اللي فيني اتفلسف شوي اتفزلك هو لأني طبعاً مثل ما قلت لكم بتعرفوا مني مزارع، لأني ما بعيش من الزراعة. أنا مزارع لأني بحب الزراعة، يعني مثل ما واحد رسام لازم تعيش بده يعمل لوحاته، وواحد تاني بيشتغل هواية بيوزعهم لرفقاته بحطهم بالحمام. فيعني نفس الشيء، لو بدي أنا رسام فنان بدي أعيش من لوحاتي مضطر أشتغل شيء بيتمشى مع السوق تقدر يبيعه. أما نفس الشيء موضوع البذور، إذا ما أخرجنا المزارع من ضمن السلسلة والتركيبة الرأسمالية كلها، يعني إذا ضلينا حاطينه فريسي للسوق المفتوحة ما بيقدر يمشي المزارع لقدام، ما بيقدر يخلص بذوره، ما بيقدر يطلع منها، إلا بده يكون في عنده دعم من شي مكان ما، بده يندعم من مكان، لأنه هو اللي عم بيتعامل معه هو إرث، إرث إنساني، إرث بشري، إرث ثقافي. نحن بدنا نعتبر أنه المنتج من هذه البذور هي إرث ثقافي، يعني بدل ما كل هالبذور تكون موضوعة في بنوك البذور لازم تكون هي موضوعة في حقول المزارعين والمزارعات. أوكي؟ وهذا الدعم اللي نحن بندعمه لإبقاء هذه البنوك والمؤسسات وإلى آخره لازم يكون جزء من الدعم ليدعم الناس اللي بيزرعوا أصناف تقليدية. ممكن إدخال الأصناف التقليدية، هلأ هناك كمان مقاربة تقول مثل ما أنت تفضلت، بتقول أنه سلاح رأس المال سوف أقلبه عليه. أوكي؟ طبعا بعد التجربة والإمعان بكل المجموعات التي تعمل على صيانة الإرث الجيني في البذور رفضوا هذه المقاربة، رفضوها كليا لمصلحة الملكية العامة التوزيع المجاني، بمقارنة بمثلا الكومنز بالاي تي بالانفورميشن تكنولوجي، بالتكنولوجيا المعلومات وبالبرامج المفتوحة. تعرف انه في عندك انت اليوم فيك تمشي كل شغلك على لينوكس، فيك تشيل كل شيء، كل الاوبريتنج سيستم. وانا اللي علمني اول واحد هو كريم، ما كنت ما افهم بكل هذا الشيء من سنوات عديدة، وهذا الموضوع نجح لانه اليوم بالعالم في 30-40% من الناس بيستعملوا لينكس وبيستعملوا كلهم، بينزلوا برامج ما حدا نقابض حقها. فما قاتلوا الشركات الكبرى باقامه شركه كبرى بتمشي على نفس الاصول الراسماليه بس باسم ثاني وبوجه اخر، قاتلوها بمشاع الملكيه الفكريه، مشاع كليا. هذه نقطه ثوريه جدا،
والدليل على قدرتها على إنتاج حل هو ما حصل بالإنفورميشن تكنولوجي، لأنه في نجاح قادر تشوفه أنت قدامك، وهناك مجموعات عديدة بالعالم اليوم ناجحة بهذا الموضوع. اليوم كانت معزومة على هذه هون على مجموعتنا هون صبية اسمها فيفيان سانسور، أنا يعني ما كنت بعرفها بس ما قدرت تجي، هي من فلسطين، هي مؤسسة مكتبة للبذور التقليدية، مكتبة عامة، كيف أنت بتروح تستعير كتاب من المكتبة العامة، هي عاملة مكتبة جمعت كل شيء فيه بفلسطين. وفلسطين موضوع البذور له علاقة، يعني هو من أداة المقاومة القليلة اللي بعدها مطروحة للعالم، لأنه يعني ما معي وقت أدخل بالوضع الزراعي فلسطين، بس إنه إذا بدك بعدين على رواق، بس يعني من الأداة القليلة اللي فيك تخرج من نير الاستعمار الإسرائيلي لأرض فلسطين هو بموضوع البذور. فهي خلقت هذه المكتبة، مكتبة ديناميكية، مكتبة حية، الناس بتجي بتاخذ من عندها أصناف وبترجع بتعطيها أصناف بآخر السنة وبتشتغل بهذا الموضوع، وهذا هذه طريقة من الطرق اللي هي مفتوحة. وبالمناسبة اللي مهتم، أنا عم أسس بلبنان مكتبة من هول المكاتب، وقد بديت إني ألم كل شيء فيه بذور تقليدية موجودة وصنفها هون بلبنان، صنفها ووضعها، ووضعها مش بس بعلب بلاستيك ولكن بحقول المزارعين عندي وعند غيري من المزارعين. فيعني أي حدا مهتم بهذا الموضوع يعني هذه إحدى الطرق اللي ممكن نحن نتعامل معها. علي الموضوع أكبر يعني كبير، أنت شفته وأنا اللي أرجع أكرر لك إياه. شفت أنا لما قلت لك سيكتور 1 وسيكتور 2، طبعاً هذه الغمزة كانت باتجاهك، يعني طبعاً باتجاه الباقيين، بس ما بعرف الباقيين تغمزهم، بس باتجاهك لإلك، لأنه نحن بنحكي كثير عن موضوع السيادة sovereignty، أوكي sovereignty، food sovereignty. طبعاً هذا الكلام ما له معنى، موضوع الفود sovereignty يعني لما تكون أنت منك عندك سيادة بأي شيء تاني، بدك تعمل سيادة بس بالغذاء، يعني نحن شوي عم نستعملها كمان كرمز، بس ما في غلط بالرموز، ما في خطأ بالرموز، بس لازم نفهم نحن شو معناتها. اليوم أنا لما نسلم إنتاج المكنات اللي بتعمل المكنات يعني البزري للخارج، فيني أنا أعمل قد ما بدي سلع. اليوم تفتح أنت بلبنان تتطلع بيقول لك إنتاج البيض والدجاج فائض على راسي وعيني، بس البيضة عم بتجيبها من برا، الصوص عم بتجيبه من برا، الصويا عم بتجيبه من أمريكا، الذرة عم بتجيبها من أمريكا. شو هالصوص انت اللي حاطه 40 يوم عندك؟ ما في شيء، بس بتعلفه وبتطلعه، ها؟ يعني حتى لو ما حطوا هرمون وما حطوا شيء، يعني انت المكنة اللي بتعمل المكنة مش بإيدك، يعني لما بدهم حدا بيسكر عليك المكنة اللي بتعمل المكنة تخرج كليا. يعني إنتاجنا نحن اكتفاء ذاتي، لأنه أمن زير غذائي ولا سيادة على الغذاء ولا أي شيء، بس ما له معنى. عملية تجارية، تجار مرتبطين بتجار عالميين، جزء من كومبرادور أكبر موجودين ضمن المنطقة، هن بيتعاملوا بهذا الموضوع. ما حدا ينغش، ما حدا يفكر إنه هو غير هيك. راح أخذ أسئلة تانية بس مداخلة. أشكرك إنه ذكرتنا إنه فيفيان سانسور ما استطاعت إنه تجي وكانت مدعوة، لأنه ذكرت بعض الضيوف اللي ما قدروا يجوا، ولكن كذلك صديقنا وزميلنا أمين الحكيمي اللي بالفترة الأخيرة وخلال الحرب عم بيشتغل على هذه المواضيع بالذات، وهو بيقدر إنه هذا باليمن. وطبعاً ما قدر يسافر لأنه هلأ فوضى بمطار عدن، ومطار صنعاء مسكر من سنتين ثلاثة هلأ يعني سنتين. وهو بيلاحظ أنه خلال الحرب مع تحجير الناس من الأرياف لأول مرة، تحجير قسري من منطقة لمنطقة، طبعاً سوريا بنعرفها لأنه بيجوا لبرا، بس اليمن داخلي في كمان أكبر مما تم سلوس يعني اللي راحت خلال 50 سنة الماضية.
من البذور خاصة للذرة البيضاء والبذور الأساسية اليمنية ولا أنواع من الفواكه في الوقت الحاضر. وطبعا صار في تجفيف رهيب ومعاناة مزارعين خاصة في الفترة الأخيرة بتهامة اليمن. صار في تهجير من بعد اجتياح القوات الإماراتية هذا السنة لأكثر من 1,500,000 يعني نصف مليون بني آدم بتهامة، مجرد تهامة. والدراسات التي أجريت قبل سنة ومذكورة بالتقرير، يعني نقلت هذا التقرير عنها. فبس حبيت إنه أذكر غياب أمين وكذلك أهمية الخسارة اللي تجري يومياً في اليمن لهذا القطاع وللبذور الأصيلة اليمنية. طيب أصيلة ثانية. حسنا تفضل. كنت بدي أسأل إنه تعطينا فكرة منظمة يعني منهجية أكثر بالنسبة لأي بلدان بالعالم العربي خاصة تطبق عليها من يعني القيود الملكية الفكرية ومنع يعني يعني مشاركة بالبذور. خليني أجاوبك بسرعة بعدين بأخذ سؤالك مشان ما ينخلطوا مع بعضهم. مرضى كل البلدان اللي هي داخلة بالمنظمة التجارة العالمية أو اللي حابة تدخل على منظمة التجارة العالمية مجبورة ومرغمة أنه تخضع لحماية الملكية الفكرية. هذا موضوع ما فيه اثنين يحكوا فيه. ناهيك عن أنه هناك بلدان تانية هي بتفوت طوعا بهذا الموضوع لأنه هي بتخدم رأس المال بأين مكان. يعني نحن طبعا بالعالم يعني المعالم الكوني اللي نحن فيه يعني ما في فرق بين رأس المال المحلي ورأس المال الأجنبي. أرجوكم بس خلينا نكون واضحين أنه أنا ما بفرق بيناتهم. مش أنه إذا الواحد لبناني صار مختلف عن واحد أمريكاني، هو وين مكانته ضمن الصراع الطبقي فقط لا غير، ما في موضوع آخر. فهذا جواب سريع يعني على سؤالك، كيف يحمي مصالح الطبقات الحاكمة بما فيها الطبقة الحاكمة الكونية والطبقات الحاكمة المحلية؟ يعني أنا بشكرك كثير على حسن التوصيف، وهذه حقيقة اللي سمعته منك، هذا واقع الحال اللي بيعيشوه المزارعين يعني بموضوع البذار سواء كان بالبطاطا أو بالبندورة أو بالخيار أو بأي صنف من أصناف البذار. بس نحن منشوف بذات الوقت إنه المزارع هو كمان عم بيساعد بهذا الموضوع، لأنه السياسات الحكومات الموجودة ببلداننا تخلت عن دعم القطاع الزراعي واعتمدت سياسات البنك الدولي، والزراعة اللي إنها مش مدعومة وما في اهتمام بالجانب الصحي الاجتماعي بموضوع المزارعين. بما أنه البذار المهجن بيعطي وفرة بالإنتاج أكثر، يعني على سبيل المثال البذار البندورة اللي بيزرع بالخيام بينتج البينوم الواحد 12 طن، بينما الزراعة للبذار العادي بتنتج 500 كيلو أو 1000 كيلو بالكثير، وهذا له علاقة بالأسعار والبردود. وبنعرف إن المزارع بيزرع ليعيش، ليربي ولاده، ليطعم ولاده، ليعلمهم، والمردود من الزراعة الطبيعية مش عم يكفي هذا الوارد. فهون نحن بيصير السؤال لمجتمعاتنا ولنخبنا ولجمعياتنا ولمؤسساتنا، كيف يمكن نحن تشكيل قوة الضغط اللي بتفرض على الحكومات تبني سياسات اقتصادية اجتماعية أكثر عدلاً، وبالتالي حتى المزارع إذا زرع البذار الطبيعي، هذا البذار الطبيعي لو كانت كميات قليلة بيقدر هذا المزارع من عائدات هذه الكميات القليلة توفر له حياة حرة وكريمة إذا كان توفر له الدعم بالجوانب الأخرى بحياته. حقيقة أنا بعرف هذا الشيء ولامسين هذا الشيء، نحن لأنه مزرعين وعندنا خيام بيوت بلاستيك بالجنوب، بعرف مزرعين البطاطا. أنا امبارح كنت باجتماع بالبقاع بيقولوا لي طن البطاطا بذار حقه هلا بحدود 1,100 دولار،
طلعوا له سعره وعم يفرضوا على المزارع كمان فوائد على هذا البذار. يعني البذار المهجن نعم تتحكم فيه الشركات الاحتكارية وللأسف حكوماتنا ساهمت فيه، ولكن ما هو الحل؟ كيف نحن شو الطريق للخلاص من هذا الوضع؟ لأنه نحن قادرين على الإنتاج الطبيعي، يعني هلأ في جمعيات ومنظمات كثير تشتغل على الإنتاج العضوي، فهذا الطريق لهذا السلوك أو الخيار للوصول إلى إنتاج طبيعي خالي من المواد المهجنة والمسرطنة وإلى آخره، هو أن تتبنى حكوماتنا أو أن تعمل نقاباتنا وجمعياتنا ونخبنا على الضغط باتجاه بناء سياسات اقتصادية اجتماعية بالحكومات وعلى الحكومات الموجودة عندنا لتأخذ هذه الخيارات. أما المزارع بذاته لا يمكن أنه يقدر يخرج من هذا الموضوع، حتى نحن كنقابات لوحدنا ما بنقدر نعمل هذا الخيار. فمطلوب ضغط مش بس عندنا بلبنان، حتى بكل مجتمعات العالم، يعني حتى ببريطانيا وبفرنسا نحن بنعرف أنه حتى هن كمان عندهم إنتاج مهجن وعندهم إنتاج مضر. وأكبر دليل من شوي كنت عم تحكي عن الصوص والبيضة، يعني اليوم الفروج دا يصير فروج عندنا بلبنان بده 4-5 أشهر 6 أشهر إذا مش سنة، بينما اليوم لأنه عم يطعموه مواد كيميائية وغيرها عم يصير خلال 20 يوم و30 يوم، ونحن عم نعود ندفعهم بكلفة صحتنا وبكلفة سعادتنا. فهون يعني مفترض أن نوجد سياسة تتعلق بموضوع البزار، ولكن بتودينا على أي توجه اقتصادي اجتماعي لازم تتبناه حكومتنا، وأن يكون المجتمع كله متضامن، ولازم يكون في أطلاق حملة توعية إعلامية مش بس نحن المتضررين المزارعين، لأنه اللي عم يتناول إنتاجنا متضرر، الحكومة متضررة، الاقتصاد متضرر، وكل أوكي يعطيك عافية. مفهوم شكراً. خليني بجاوب بس عليك. الأخ حبيب بده يعلق. حبيب على علق. معلش يعني بعجلة، احنا في فلاح متوسط يعني عنده تقريبا 100 هكتار في مش بعيد من تونس، مدينة تونس يعني 100 كيلومتر او شيء، اوكي، فهي يعتبر فلاح كبير عنده مياه للري ودخله محترم، دخل في تجربة من 2-3 سنين في زراعة، هو بيزرع عادي، بيزرع المهجن والمستورد وكل شيء، بس اقتنع بفكرة حب يعمل تجربة، دخل في تجربة زراعة قمح محلي، بذور محلية جنب البذور الثانية، يعني بيزرع الاثنين، اوكي، وبعدين عمل حساب كل المصاريف وكل المدخيل أو المكسب من زراعة القمح مقارنة، هو وصل تقريبا لنفس مع إنتاجية مختلفة طبعا، المهجن بيجيب 25 قنطار في الهكتار والثاني بيجيب 2-3-5 يعني ماكسيموم، بس لما حسب مصاريف المبيدات مصاريف الشغل إنتاج القمح كقمح يعني وإنتاج التبن عشان يغذي الحيوانات اللي عنده، وصل أنه هي نفس النتيجة ما تختلفش، يعني هو قرر من 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 سنة يواصل تجربة لمدة 5 سنين على ويوسع البذور القديمة البذور المحلية، يوسع مساحتها لغاية ما يوصل درجة أنه يستغنى عن المستورد والمهجن أن حد ويزرع بس البذور المحلية. فالمقارنة مش صحيحة، احنا صحيحة بس لو حسبنا الحبوب بس، يعني بنشيل التبن بنرميه وما بنحسبش المصاريف، لكن لو عملنا الحساب على كل شيء المصاريف والمدخيل نتيجة هي هي. طيب هذه يعني صورة عن مزارع واحد بس، عموما يعني عموما حبيب هذه التجربة لسه منها يعني مش معممة، وبتختلف من قطاع زراعي لقطاع زراعي، يعني إذا أنت عم تشتغل بقطاع الفاكهة وبين قطاع الخضار الموضوع مختلف تماما، خاصة إذا أنت بالخيم عم تشتغل، يعني مشان ما نجمع كله ونحطه نقول أوكي هيدي الحلة بليز، يعني نحن في عنا مقاربتين بالواقع.
وخيار هو بيكون عنا يعني عندنا نحن الخيار. في أول مقاربة هو إعادة تصحيح النظام على مستوى البذور والبذور والزراعة والغذاء. من ضمن نظام أكبر بيعمل بعكسه. أوكي؟ هذا مقاربة. في ناس كتير بيقلك إنه فينا نرجع نصحح هذا النظام. أي استعمال قوة السوق نفسها اللي هي كسرت المزارع لإنعاش المزارع. أوكي؟ داويها بالتي كانت هي الداء. وفي مقاربة أخرى بتقول إنه هذا شيء مستحيل. لأنه رأس المال دائماً نظرياً بده دائماً يدفش يروح باتجاه يقلل أكثر شيء ما بيقدر الكلفة باستعمال مفرط للبيئة للموارد البيئية اللي بيعتبرها هي حقها صفر كلفتها صفر وبتقليل لقدر الإمكان اللي كل شيء بيندفع على العامل البشري مشان تقلل من كلفة الإنتاج. يعني بتعصر المعاش المرتبات العطاءات الاجتماعية بتعصر البيئة على الآخر التربة والماء وبتخلي الفائض بتكتر الفائض على الآخر. وهذا الشيء بده يحصل شئت أم أبيت إذا أنت استلمت السوق كأداة أساسية لتصحيح خطايا السوق. أوكي؟ هي يعني في مقاربة تانية. في مقاربة تانية بتقول ما بتصح قضية القطاع الغذائي والقطاع الزراعي، يعني الزراعي ثم الغذائي ثم بيع الغذاء ثم استهلاك الغذاء إلا إذا عملت تغيير جهازي، يعني تغيير بالمنظومة السياسية كلياتها بلبنان وبرات لبنان وبالعالم. لبنان هي نقطة صغيرة. فلذلك أنا بصراحة من الناس اللي بيعتنقوا الفكرة الثانية اللي أعطيتها إنه مستحيل، إنه أول شيء هذا النضال هو جزء من نضال أكبر. مستحيل يكون فقط النضال على أزل منقوشة كانت من أمحة قديمة ولا من أمحة جديدة. مستحيل يكون كل نضال الشعوب التحرير كله تبعها ناتج إذا كان في بقلبه الأمح اللي مستعمله من 100 سنة ولا من 5 سنين. هذا جزء من نضال أوسع. لذلك أنا حبيت أحكي هالكلام ضمن هذا الصرح عن الزراعة والإمبريالية، لأنه ماني عم بحكي اليوم هون عن الزراعة العضوية. تعوا ناكل أحسن يا شباب وتعوا هذه رمزيات إلى محلة، ولكن أنا برأيي هي ما بتحل بدون تغيير جذري لكل المنظومات اللي نحن نشتغل فيها. وهذا بأمل وبطمح أن يكون على الأقل المجموعة اللي هون هذا اللي عم بتفكر فيه وهذا اللي هي بتقوم تنشط فيه. سؤالين وبعدين ننهي الجلسة. أيوة. I just wanted to ask whether there is a presence of transnational companies like Monsanto in Tunisia and in Lebanon. Because the moment you talk about seeds, the question will immediately come up of genetically modified seeds, which have become a real menace and have become which have supplanted local seeds in a country like mine, in cotton, for example. Now, 85% of the seeds being used is Monsanto supplied or supplied by Monsanto through local subsidiaries. Okay? And that means that there's a kind of bondage that the producers have to enter into, because they can't, these seeds are designed to be terminator seeds. They don't reproduce. So you have to keep buying it every year from the same company at a very high price. And now they are also introducing genetically modified seeds of the same type in food crops. So far it was cotton. Now it has been passed for aubergine and for various other vegetables, I think, as well. So that was the question, really. Thank you, Rami, for this regional perspective about seeds. I keep the answer for you.
Actually, I have maybe رح بحكي بالعربي يمكن. Okay. شغلتين يمكن رفيق حسن حكى عنهم إنه شو إمكانيات إنه نرجع على الزراعات الأصلية أو البذور الأصلية. أنا يمكن من خبرة بالعائلة بيعملوا برغل وعلى نطاق كبير بيجيبوا البذر من يعني البذور والقمح من أوكرانيا ومن روسيا بيبيعوا كيلو البرغل اللي هو الكسكس كورس بيبيعوا بدولار دولارين رياشة موجودة كل المحلات. بس البذرة البلدية بنبشوا عليها تنبيش ليهدوها هدي، وإذا ببيعوها ببيعوا الكيلو بعشرة دولار اللي هو الزماطية بنسميه، يعني هيدي معدومة حاليا. شغلة تانية بحب أعرف منك من خبرتك بالأيوبي شو كان يعني شو كانت إيكاردا عم تعمل. نعرف إنه في أيوبي 40 بذرة أيوبي 20، وأنت حاليا شو مكانك بأنك تناضل ضد هالبذور المعدلة جينيا. اوكي شكرا شكرا كثير. يعني ادمج هول الاثنين مع بعضهم. اول شيء بالنسبه ل جواب الجي ام او، طبعا كل الشركات الكبيره الكبرى هي موجوده في لبنان. في لبنان all the multinationals are present in this market. It's a small market, so it's not a very big market. They're present directly or through subsidiaries or through agents. I know for a fact that Monsanto sells here. There is a law in Lebanon that does not allow the use of GMOs in agriculture. It's a law. And however, its implementation is like a lot of other laws in Lebanon. You know, it's a bit difficult to know. However, it does not help if there is no law being implemented, because because everyone who buys BT cotton has to sign a contract, or rapeseed oil, you know, BT, needs to sign a contract that they won't be using, they won't be saving the seeds, not giving it, not etc., and that they allow access to their fields, by people from the selling company. If they cannot do that here, it's not very useful for them to actually release GMOs in here. My personal point in here is that that I oppose the monopoly of seeds, be they GMO or hybrids or improved by any multinational corporations. GMOs are a special case in point because they can only be made by those corporations, and they cannot be saved. But F1 generations are the same. You need to go and buy them every year. You cannot save seeds from the tomato that you buy, for example. You have to go and buy, because the next generation will look nothing like the first, like the one that you've planted. So the farmers are stuck into that that kind of vicious circle that is in here. So that, I hope, satisfies you as an answer for that. بالنسبة لك لسؤالك طبعاً هلأ نحن بنزرع بلدي، يعني أنا بزرع قمح بلدي، بس تعرف نحن دائماً نطلع أول شيء نحن حبيب بيحكي بيقول مزارع متوسط عنده 100 هكتار، نحن أضخم مزارع هون ما بيقرب على 20 هكتار، يعني 100 هكتار هون مليونير، يعني هذا يعني فوق الريح. إيه بس يعني 100 هكتار أكبر من متوسط، عرفت كيف؟ يعني لأنه بعدين ما في مي كفاية تسقي 100 هكتار، يعني ما في ولا محل هون في مي كفاية تسقي 100 هكتار، بدك تزرع بدون سقاية، يعني 100 هكتار تزرعهم أنت مثل بتونس. هلا المشكلة إنه نحن إنتاجيتنا كتير ضعيفة، يعني أنا بعمل بين 50 و80 كيلو بالدنم، يعني 500 كيلو تحت الطن بالهكتار. يعني مثلا متوسط الانتاج بمصر مثلا هو 7 طن بالهكتار. مروي عم بقول لك قديش بينتج ايكاردا، بينجو 3 طن بالهكتار سبليمنتال اريجيشن، ري تكميلي. يعني نحن انتاجيتنا كثير كثير ضعيفه لاسباب عديده. هلا ما في يعني ما قادر فوت بمشروع تفسير كل المعطيات التقنيه والبشريه للزراعه، بس هذا الواقع. فمشان هيك نحن بنعمل مصاري بالبذور القديمه، بس قديش بدك لتعيش؟ يعني اللي ما يطلق عليه
the social reproduction costs. كلفة إعادة الإنتاج الاجتماعي. أنت قدي بدك يعني؟ عم بيحكينا كان قبل شوي رفيق إنه بيطلع قدي 675 يعني ألف بالشهر، شو بيعملوا معك هول؟ بدك 5000 لتعيش هون بالشهر، مين ما كان وين ما كنت قاعد بالضيعة يعني. بدك 3000 2500 3000 إذا حطيت أولادك بمدارس بالمدرسة الرسمية. بين كتب يعني في متطلبات. طب احسبهم يا خيي على 300 دولار الطن، عندك كم هكتار بده يكون عندك تحت ايدك؟ طب واذا انت عندك 200 هكتار ما بطلت فقير، لانه هون سعر الارض هي مش على سعر الانتاج وعلى سعر التبادل، اكسشينج فاليو نوت يو نو نوت نوت برودكشن فاليو للارض اللي هون. فعرفت بيصير في تناقض بين صغرك كمزارع وإمكانيتك للعيش من هالحبوب القديمة الحلوة إلى آخره. مين بيقدر يعيش منها؟ المزارع اللي عنده 200 2000 دونم وبالطالع، 1000 دونم وبالطالع، أوكي هذا بيته بالقلعة. عرفت كيف؟ هون يعني كل النقط. شكرا جزيلا. ما بعرف شيء عن الموضوع لأنه أنا بالأيوبي، عفوا منك بس لأنه تيكون مش شخصي يعني السؤال هذا صراحة يعني، والجميع بيعرف وماريانا بتعرف إنه أنا ما بتعاطى بالبذور بالأيوبي بكونوا حاطيني بقلب علبة اللي هي علوم التربة. عرفت كيف؟ بتعرف كيف بيعلبوا العلماء يعني؟ في عندك علبة، أنا يعني عالم تربة بالأساس، فما يعني دخولي على البذور فقط من الناحية السياسية كموضوع، عرفت يعني نهب للأرض. وطبعا القمح بالتعليق سلعة عالمية، أسعار محددة عالميا. مثلا باليمن الذرة البيضاء ليس السلعة عالمية بنفس المفهوم بنفس الكثافة، فيمكن في فرق، لولا كل العالم يمكن كان في فرص. ننتقل الأخ حبيب آيب.